الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما انفقوا اسبابته النفقات الغودي بي وانا الرجال قوام الغودي وحده وبما انفقوا كمده قبل ان مرسوف كرتيد ولذلك قبلها غريها ريرك يرين عيرته انه مرسوف سو وا دمايان مركي الشركه لو قولوا ياهي المها قالوا ما احنا وقع قاتان ما هي وقعتان الماء العنق هذه ليش تلقى هذه قادنا ما هي القاعده اصلا تلهيسا من ينفق يشرف نينك وحل لو بالعكس يو ايا الماء اشراف اسكله المهم مركل عيا نصيان لكن مركل كحروديد المهم حتى مالك تديل قال ما رزين المهم جيت كديلايان أنا لله هذي نادي لك هذا وحيرك حقريف تعنو قال قال ما عاد عي قال بنا في ذي وحنا نكجري أساس شقي استعنو بيست وحس عدني كرت من عود جماله ما هو عنا أنت لما ديه كرو لكن مركل هذي وحلو قصيو وإشراف كي قاس كله إنه كم كنترول أنا حق ولي عنو قال أنا قاعد أسوق كرصني أنا قاعد وحسين وأنا قاعد تعبنا لوري كرا عنو إذن مشكلة عمل كلة عمل كمرك تاسي كنتي ونينا شقي سنينين شاوك حارنا دي جرنا نك نما شقي شاوك حارنا سو مالي ساسي أجرت وحكمي ذا رقا أسبابته ونقنا يسو قرقا ودومين يسو حكمي ذا حد عكس يتكوين من حاجر مشقي سو ما نين حاجر قرقنا إلا تضبط عشو بصو وضع كثرة العمل نكانه هوش يسمع وعقد كتبه ركني رجع عليه ولا شقي استمايا تقتر واسبتالك شقيا وصبحوا لي أوبرا كوريا هبينك ووديا لا 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 إن على أهلك عليك حق قرق كدمي نين تضبط عش برنامج سمستي وعلميس حتى عويق عندك عن سنين ويق عندك نفسي عن سنين إنه مساجد دي ما دو في المساجد دو ريسيرش لك سمي بحوث لك سمي وحاليا وحواي مصحات وحواي نفسية قليل نينك هموم هدوها يودو مساجد صقلو هم قلنا كدينا عد نينا بحث كسمي عقلي دخول ككلي مسجد كلا جلاي حديث كأبو همام يوسف دل سنة ودايو منك مساجد كوس كده حفر ديا هم ما صدق لي نبي كن ساسا عليه سلسلة إذا أهم شيء دو هاد بحالي صلاة دو سؤال معنا مساجد كو إيمانا يا معنات الصلاة هنا يقصد فيها المسجد حضور المسجد إذن مساجد كي حتى سبت حتى نوي ما دمربو ما تنوح كل واشقة يلم العق تلقى العق تلقى قرو وكدو مكاس أسوي حصول العق مال لي لكن عاطفة ذي إلمه إنه إلمها قذقي وسؤال ملوقي وإلمها الله سعده ما أنت وجردين جي عرفت سئ برتان وحدا نلومي ما حد عي وأنا شقيا قيل وحقد كتاب أو شقيا أنا شق إلمها وحما أوروريا ما لنا كاس إنه يما دعوة سنوات مال وإلمها وح أورور كلي مرة ما وقت يرمى إلمع عرض مال كلي مرة ما نعرض وهذا مال كلي ماها ولذلك نينك هدو أبي سكر سنين أو تورو أو ضيع أو أباه أنت مال كتك مال كيس واحد حلا هدو عنك مال كتك أن أباه واحد حلا مال ضايو وإحنا إسوسي جرت بنا أساس وايد يوم سكر سنين وها مسألة أبوه ماها وإنفاق ماها وحلوسي ماها إذن وقت جاس أيانك كده مر شغلان ومن لفظ ليا وجرك كقدومي كون شغل بدن وقفت وكون مشغول وجرك كقدومي عكس جاس ما وقتي ناس يسوي حكم ذا صاحب السفر سفر أسكا مقيا قرو يسوع حكدمي قرو يسوع في اسم علمي سحاس يسوع كنت أقول كل أنا دولة صدسا برمان كأكجرا وزير ذا نقنا والله كاس قرو يسوع دايم برمان مين بدنا هنا وزير بدنا ودن كم مكان أو قرو ود دمي مركاني كاس أسأجنا سانتو حلا نيك ما بها يعني ما حد عسان وحقد على العقاني صدره والعق ماها أسرة قويسك بتبانين تيد العق لسي كلمةها جوتان كهاج إيماتك هاج الماء كل حجر كده وحوينه ولين الجسام كقبر هذه أفر بلود لقمة قناة فسق ده البنكرتاب حق وزي أفر بلود عمره قبر ديسة قبر مقرمي ونيم موان كرتامر كوجيش كودري حدوده عمره ويدي رضي الله عنه عويري أفر بلود خلاص حتى إياك والذين يقولون من نسائهم حد تربص أربعة أشهر وايق أفربل لكن لين إسكم مقن أو المال العقل يصدره يا كان كوا كقاتا كقاتا ما يقول هو دمي وحكم إذا سيد وكلا الدكتاتورية في البيت لأنه وذاد أما وفي عن وأقول له جامعة كسب بحر كيسا قولوا كمركو يماد تذكرن دكتونو كل الله ما حد لك راضي أبيها يمد وربان عيا سب بهالمية المية أنا كعبسنا أبين ويمد ما حد ذكره كل كله ما حد شقوك يمد ما فرحة ابتسامة وجهي قال ما وفرح يسديو على المشاورة على السمين يسديو
guriga waxyaabaha ilaaliya kamid tahay diktatoornimada ma ku socon karto. Qodobka kale sheekh aan sheegay waa tawaasul ijtimaaciigan Facebook adag intuu ku jira halkaas islaanta fadhida waxeegeeda ku jirtaa wiilka kaas oo fadhiya odagaasna Facebook aw sheedan islaanta waxay ku jirtaa TikTok ay ku jirtaa wiilka Instagram ku jira tashaddud guriga la joogaa laakiin kala maqan yahay guriga ku duuma kaas maxay ila caatifadi ayaa ba dhamaatay. Qodobka saddexaad waxa weeye rag iyo dumar ka waa leedahay islaanta inay nimba reebinbo caatifada waxaan ka hadlay arrimaha googashuma barabto waxaa laga yaabaa arintu sheegay qofka markii qalbiga waxaa mugta qalbiga waxa la yiri isfinji way waxa markuu caado tucradu fitna ala qulubi kal xasiri cuudan cuudan waxaa laga yaabaa fa ayuma qalba ashrabaha fi qalbiga wuxuu caada waa dhuuqa. Marka ninkii maanta la islaan qaawin uu arkayay inta doomar islaan qaawana kasoo baxayso siduu hadda doktorka sheegaya kale hadduu islaantiis ma damcay mu dabac maleh waa mushkil wey walidaalika islaamka markuu dhahay qadul basar qul lilmuminiina yaqudu min absaarihim fiiri xikma ku jirto guurkan markuu sababta u jiiday sababa mashruuc ilmaha kamid ah yaa macashar shabaab man islaamikul baad fariiso fiinu aqadu nil basar indhaha la daboolayo oo inaa wax kasta loo fiirsanayo Facebook aan laga arkayo waxay keenaysaa islaantaada inaa habaysanin. Markuu algaa soo dacwoonaa odaga islaamka markay inoo soo dacwoodo waa naqaanaa markay odaga lacag ku haysta waa naqaanaa markay arinta googoshu ku haysta waa baranay dacwoodu waa kala baran islaanta markay lacag ku haysta xulay ninka ay ma kaalmayo ilmaha ma wado toosi kugu sheegaysaa laakiin markay hawshaan tahay kan waa iska nacay ku leedahay haddii lagu yiraahdo kan waa iska nacay oo holka la ku jirto ma baaqi karo kasoo dhe ila waan gabadha wax xishood badin waxas ma sheegi karaa mugta anaga waa fahanay laagu baranay markay tiri kan ima soo galo oo meemnaas dhe algaasta wax asbaabahan aan keen hadaan shaynu soo sheelay media la sheegay gabadha imaanina asbaabtoodeeda guriga dumi ko waxa kamid ah gabadha waxyaabaha guri oo ka dambeeyayna xamla mas'uuliyya allati la taqdir alayha gabadha Soomaaliyeed waxay is saartay mas'uuliyi awoodinba fiiri mas'uuliyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ragga markuu saaray Ilaahay wuxuu ogsoon yahay ragga iyo dumarka waxay ku kala doonayeen walaysa dhakaruka midal unth kal untha ma idan mas'uuliyi qaadiga gabadhu xirta idin ma iska ilmaha wax kasta u qabato odagii iska nasta odageed inuu iska nastirta mas'uuliyadan ka dejiso hadhowna ma qaadi karta marka hadhowna idaa soo cabaadays marka mas'uuliyad idaa qaada ninka qaada marka hore waxa tan waxa ogtahay maala ninkii waxa ka dhaadhicis waxa ogtahay maala iska fariiso aniga qaan waa kasoo yara ingiriisi ka badisa laga yaaba gaarigeeda cunu ku jiidayso ilmiga aan iskoolka soo wadanayo ana ka xeesanayo ana waa wadaasha maskaxdi ka daash maxay ilaahay uu matalgelin maxamligaas ximligaas badan boo ilaahay uu matalgelin qawaarir wey laakiin naagta Soomaaliyeed tartarajal ragay iska dhigaysa unuusadii iska qaaday lacagtiida arruneyso odayga xeertaaba in iska fadhiya leedahay adiga warnin adiga iska fadhi tiraa fadhiidka dhigtaa dhow maxay u soo dacwoonay adaa ka dhigay fadhiidii ninka mas'uuliyadiisa u dhiib barka hore marka gabdhaha Soomaalida guriga ka dumay waxay tahay inta badan waa ku soo tirinayaa intay ku tiraa maanta odayga waxay tahay anaa qabta markay tiraa waxay raay yaa kugu kalifinaa qabta ada asar masuuliyada ninka hadda maalinkii hore aad dhileed aan qaybsanayn masuuliyada saasa aan qaybsano ila qaad aad dhileed laakiin hadda waxa mil weysay taraku ma ku dhacay infijaa waa fajirta waxa leedahay ninkan dhib u qaaday way waxa bartay walma wax la baraway rag guriga wax laga baro ayuu ku soconayaa asaga maba ka xumaabo inay qabtidan u maleeyba asaga macna masuuliyada safaraha badan qabdhaha qaad waxa leemay wal masuuliyada leedahay ninku waxa leedahay fiir والوالدات يرعن اولادهن حوالين كامل وإذنك مسؤولين دينا تربيه الاولاد واي مدرستهن الماء ان اد اد الا جوقت انا كدات راهيد واشقيا ميا واسورديا انا عنقي قبسناي انا وحس قبناي انا ددك خيريناي قرابد انا وحو حتى نمن وحاجر حوالد حتى لو امنين اذا درس قبل هويديتي ودري هويديتي ودري اذا مسؤول دنايس مرك مسؤولين بدن اي قاداي
oo ay qaban karin waxa keentay sababta inuu gurigu fashilmo markii xanaaqdo ama qaad weeyso hadhuun aad ay u bedesho waxa kamid sidoo kale qaraarada degdeg ah qaatan gabdha walaalka ilaahay furinka gacantooda ma gelinin caatifada ilaahay saas u sameeyay gabdhaha caatifada ilaahay ku abuurey waxbay tartaa gurigu inuu qoyskii uu ku dhisan yahay fiiri markii umulaysay gabadha markii umulayso waxa laga yaabaa inay tiri uur kale ma qaadayo afartan cisho kadibna soo uunsanaysa yaa ilow sii nolosha ku dhisan hadday xasuusa lahaa inaa la yiri xanuunkaasi waxaa taranka ma dhaceenba marka instructionkii u samaysay rag iyo dumarka ilaahay waa kala duway marka rag mutarajili ma iska dhigi kartid nin ma iska dhigi kartid gabadhu waa loo sheegay gabdhaha oo ninka iska dhigaayo gurigooda waa dumaan maxay xamligii qaadi waayeen marka dambe hadhuun waxay keenay marka qaraar degdeg inay qaadato ayay keenaysaa waxaa ka mid ah sidoo kale gabdhaha yurub waxaa lagu arkay xubul maal maalkii aad u jecelihiin lacagta aad ay u jecelihiin lacagta ziinatu xayaati dunya dadka dhan aa jahal laakiin gabdhaha aad bay u jecelihiin waa laga yaabaa asbaabta social media inay tahay oo ay arkayso guryahaas qurxan ومن ينشا في الحريه الى عليا اي قروحه لو سمي واخ قروح حد اركان ما انت وحي سو غدنيسا وحي مركا لعق بدن اي جعشا ولذلك مرق قاركود مالكاس جعيلكيس و كينيا ان او غورغو او فشيريو نكن حملغا او بخي وايو او وحي وهي ربتي او كافين وايو اي كينيسا وحا كره ان وحال وحيابها قبلها لو هايو غريها دمي حكمه حب الاستقلالية أنا أقول حنا قن طاعته زوج نكين لا ضيعه وماشي لهذا الله شيعه فصح لقاته لدرجي ولا كرامة إسلام كان قام راي المرأة إن صلت خمسها وصامت شهرها وحسن فرجها وطاعة زوجها في ده صان كي سلاد وحلو حجي نك إن أدعه سدد الباب ذي جنة ما دارت ككلي سوي النبي عليه الصلاة والسلام لكن أي ذو حيرته إن استقلالية اسمه كل واحد أنا هاي نك عندنا شطان ويكلك تواد مسي marka nin aad dambaysay uu soo tacawunay adiga istiqlaaliyadaas oo ah waa iska baxaysa goorta irti aadaysa tigida iska ilmihii wadaysa waxay leedahay ninkii ogeyn laga yaabaa inay qaraar degdeg ay gaartay waxa ay qaraarada degdeg waa la guuraa masra la guuraa tigidada uu jaray qaarkood ninkii ma la socdaa ha baxay istiqlaali kamil qaadat manchester laga soo guuraa london la iska imaana gabar saaxiibteeda tiri saas حقيقة قرارات دق دق آه قورد انت لو صعد انت لو صعد وحيبها وقوريها جميع كمتها دع استقلالي إذا بدأ مركب قبلها لسينا ده قارج إذا وضطوا نمك قارقود يقول لي والله قبل إسلام تبع كنا سولية معنى قارج إذا وضطا المهد يقول إذا جس استقلالي إذا حلو محمل كرس إلهي سرشك مو أبورن وحكينا ساسي كسو جيسي مرك إفرا أو كسو حكتو قو إسلام تبع إذا وحيدة دبرتو إفرا أو كسو حكتو حيابها أو مشاكل كانوا حوا إنجاب الأطفال المهد للتان كود يرب إسلامي كي وحلو أرك عكسي نمان كو حيروا إسلام وحلو لا يسير ربان للمبضان ما ترى وحلو دولار ربا إسلام إسلام تيني الله ننكي مر ربو ننكي مر ربو إنو حلو لالو نمان كي دلو بضان مر ربان ولذلك مدمدا كو إيمان حتى حقولي وداد إسلام إسلام يسور هذا مدى أي رمال إسلام يران ربا شيخ وهذا وداد دي إنكا كجرته بس هو الجزء هذا نمرق دم وهو إلى هذا الحوير إسلام لا لين الربع ورجلنا لا لين ما هي واحد لين ما هي عكسي وحاء قبلها هنا دلنا الربع ما هي اللي هكبد يكون جوران قاركود عنو كسر بشو هكبد عصب واي في العكس الاسكوية مرك بس أنا لازم مرك إن لقى هذا وفي عنته أني وقضية نصوم مرت إسلام تاني هذا شهر تمانين كرتو إذن حلا ده أني وقتي وجابني هاي ديجي ويجي جوايا حد هذا وين هذا لو بحول ما يشق بنت دوي هك بدك وجل عقتر علم هذا ما أركاني مرك ما جاني باقتصاد فيري وحياة بس وحياة بس جور قدومي كم تدا بتبعد وربنا هلا ميدا هلا رأي هلا ميدا وحكم ده علمها قريب بدن وح علمها ترتدي قدومان المها تنافس كتربية ذا المها سيلو تربيةنا هوي أبس كغلاف وعرقنا أبان وحربا ويل كيسة إنه نخذو تختر ما يعيس بلورر هبل نختار اللي هنا يجيرو ربا
asaga tol iyo waxba niidiska guuray gabdhaha qarkood wadaadada aan waxa ku leeyahay ninkii uu sheekh inuu naqdaa raba warneen sheekh muxuu qabtaa amaan islaaniga uu wiil yahay shisinay warharni culimada uu gafin horta sheekh muxuu hayaa ugu leeyahay waxa waynaan dhinaar wax ma haysan marka mushkilada taa waxay tahay tarbiyada hadii lagu tanaafuso ilmaha duu wa ilmaha dhumaayaan ilmaha hal raba tarbiyo muwahada fiiri labadaas qof waxaan ku heshiisay waxa yare war adiga waxa rabtay cunug ma naqanaayo aydan waxa rabtay ma naqanaayo cunuga asaa raqbale asaga loo dhaaf joystick fiiri ilmaha tacliinta lagu qasbay oo liya taqtar arataana naqatiin inta badan waa fashil ma qaar yara kan najax maxaa dhahay hubugiisa ma baahan taqtar loo noqdo injineer uu sameysnaa inuu soo noqdo adan waxa tiri taqtar naqdo maxaa dhahay tolka taqtar ma laha ma tola cunug dhan loo halligi kara loo halligi karo marka raq ninkan joystickiisa si asaga wuxuu naqanayay asaga si jooniski sadayre labadiina neemataal bas wuxuu oo naqada ku caawiyay markaa halkaas ku kalmay qasab ma inuu dhaqtar noqdo wuxuu naqan karaa makaanik uu naqan karaa nin gawaarida maanta lacagta dadka makaanika lacagta ay sameeyaan gawaarida wax sahlan maaha waxaas hubagiisa yahay waxa laga gawaari inuu sameeyo laga markaa wax soo saaraba marka ku kalmay investment ku geerka laakiin aniga saaraban ka dhiga aabaha saas u haajiri aabaha saas u haajiri ma socon karto idan tanaafus kaas markaa waa arkay guri ku dumay ilmiin ku baabayn oo idan waxbay ku dhagan tahay asagna waxbay ku dhagan yahay guri waa ku dumay asbaabaha uu guriga lagu badbaadin karo waxa ay ilmaha inaan tarbiyadooda iska fahanna waxa kamid ah in ilmaha ciqaabtooda wa aabaha ilaahay subxanahu wa ta'ala uu sameeyay waa adag yahay cunugiisa markuu arko inuu far dheer keenayo suuq galay wuxuu rabaa inuu ku adkeeyo oo yiraahdo warhay mayla ka hooyada ka celinayso cunada cunugay hay ciqaabin marka cunuga waa ka faa'iideysanaaba marka wuxuu arka laba qof oo salaac ku jirta asaa lagu tartamaya asaa sabo uu naqanaya guurka qoyska dumidiisa laakiin asaga dhinaca hooyada ismaray hooyada ilmaha iga ismariyo war hooyada ila caruurta ha ismarinina xataa haddaa aabihii kala tagteen ha ismarin caruurta caruurta xuquuqdooda waa iga dhexaysaa waalidka xuqiisa aabaha hadduu hadda kala tagteen wiilku wuxuu ku leeyahay amaruu ku leeyahay hadduu kula joogan iska dhaafba marka inaad ka tashataan ayaa awlaha intaa dhihi lahayd cunugayga miga xaqaaba kartid xabsi ha ii galo wuxuu rab ha barto wuxuu rab ha sameeya adaa tidhaahid adaa cunugaaga dayacda guriguna saasuu ku dumay waxaa ka mid a waxaa sidoo kale oo laysku khilaafaa guurkooda sidoo kale ilmaha la guurinayo inta badan ilmaha yurub joogo hooyooyinkaa guuriyay iyadaa usoo aragta gabadha kuu keensata kama hadlaya aniga laakiin inta waxaan ka hadlayaa waalidiinta aabaha waxaa laga yaabaa asaga weli ahaan la inuu joogo xataa ninkii gabadha iyadaa u keenayso maya waana masaladaas mushaawirum wey islaamka fiiri cunuga naaska laga goynayo aan waxaa leeyahay wineerada efinsaal maxayd watashaawuru ma naaska cunuga kama goyi karto hooyada ilaa iyo aabahay kala tashato islaamka saasuu leeyahy idan waxaa la rabaa ilmahan guurkooda iyo waxaasoo dhan inay labadooda go-aan ka gaaraan oo milkaas ay ragaan haddii kale wiilkeeday guurisay laakiin odagiiay isfureen waa arka ama gabadheeday guurisay laakiin odagiay kala tageen marka waa kuwii oo wadaadadii la sheegayay wallaahi waayo sida ku dabaka fuulku maaragta oo basaska wado nina odaye ama wuxuu sheekh wuxuu yidhi ninka markuu laba xaas guursanayo waxaa la rabaa nin inuu laba xaas isku dhaqi karo uu ku fikiro xuquuqda toon inuu bixiyo tan inuu bixi karo inuu ku fikiri karo laakiin nin iska guursado xaas labaad oo tan haddii xanaad ha baxda dhahayo haddana halle u harayso halka hore muu ku haro marka dee hal u harayso halkiisa horo haskaaga haro hadduu mid bixinayo midka kale disii daynayo qolada caasiga soomaalida muqdisho markii la wado kursi saddex qaado asagoo fuulkii dabaka fuulka ahay joojjooj uu leeyay nin afaraad rabo inuu ku cariiriyo kursiga mugti nin qaylinaya marka wuxuu leeyahay aniga saddexan kursi aan laguma tagno afar ma qaado saddex weeye marka dega u lahaa markii kuloo soo saaraa markaas camal lehtaa adiga midna deji mid soo saar waxay taraysa mal caqli maaha caqli maaha haddii labada lacagtooda wada helayni waxaan leeyahay marka cilaajka aan soo gudbinaya waxaan leeyahay xuluushu waxay ku jirtaa waqtiga gabaa mashaakilka oo guriga qoyska ka dhaco ogaada oo guri kasta uu jiraa culammada gurigooda xataa khilaafka waa taagan yahay haddaa umalaysa anaga leynaanay muxaadaraynayn rasuulku calayhi salaam gurigiisa ka dhacay mashaakil usuriya.
حاسسك النبي إذ خلافين عليه الصلاه والسلام لكن خلاف كاستفرين معها خلاف كاستماع انه كرتك معها خلاف كاستوحو باهي هي ان او حلو هلو اما منك تنازلوا اما قبل تنازلوا هدار تان نقوس كان بتبادينو لكن دلا وحابة اي قبر ابو ويل رجع حامسين وخلاف ما نصلح قالها ان خلاف تغلي ما في لين ما خلاص ما هم مساس هو كبرت مو كبري هل خلاص تقول ماي قريها النبي عليه الصلاة والسلام خلاف قد عي وين حلي النبي عليه الصلاة والسلام قري أن خلاف لهن ما لها لكن ما رين وبه أن خلاف حلك قوة كاسوي لبق حلك حوي أو إيه الك وقت عن سينه رجع الله هذا يقولي قبلها الله هذا يعني كي وقت حسيان قبل ما أنت مشكور صن حفلتك استعديسو قبل راسو قبل راسو كالمين يا وحشيف بحقه قبلها وأنا ولادنا قصي ولان كهذا حجابي وضطع دروس سؤاديسا لكن إنك إذا قضت أمسو كرنين هادو إنك قروا إيمانا شقكيم ملا ما حد أي محاضرة كمان أي محاضرة محاضرة وحي كوتر زمان محاضرة مسؤولية أولوية ذا لا ذا إلهي محاضرة أولي سلوك مع عقابة لكن إنك كان محاضرة دعوة سلوك مع عقابة أنا كل قرتهم قبلها مسؤول ده كان مين يا جورج مسؤوليته صدايع يا ما أنت إن قبرة أسبتال كوجرت آد محمد بوقشاد وافي أنت لكن حرب سدد وقارب من كان جورج أول أسائل كوا سجع قوة أنفسكم أهليكم أقول تلك من كسر وقارب ما أنت نحكي كل شيء تركيا أريمه كل حجورني شيران كجورني والشركة سيد وحكم قمان اسمان مسؤولية جورج أنا تال وقت كسيل جا وقت سيد قبل أن ينكر وقت هذه كاسوا وعيابا لقمة بذكر كان كله حيتاي حوار مجادلة هل ناف حوار هل جود هل جود ذا الحوار حوار وحوي ده لو هس دقة هذا هس صعود خلاف كصعود ما أنت في الإسلام كحولي سد حمان قافك كله معروك رسومهن أنت سمعتاي إن حوار كله فروع لا يجهر أخاه صوم قفك إنه يجرى حتى وهجرهن في المضاجع عليه قال إن عن وجه اسمح هذا وحال رأوا مرك يسوي طورتنا ورق وجواب كرتين ورمح هذا اللي نسعته لكن إن إسك مرك قلاف يرجع جورك بحبه ألا بتسقاطه أما قبل بعده وطورتي حنا ما يشوف قد بيسك قبته إسلام حتى مدين هلا بحاس أساس الله بعمرين جورك قفك كده قبل أفرتي أنت عدت وجرت على الجور يقول دقنان كرتا أنت سمعتاي حوارك دولا صعته هذا لا صعته لا يسوء ولذلك فيري حوارك جذل كلام ربو حوارك مجادلة وكل دوين مجادلة وحوار حوم فيك وجور أنا قوم حال الإنسان توصل هذا المال هذا شو والله حضور بيجلس ما حد عي لا حوار ما سمعني كذا جذل وسمي معناه ورك الإسكوس علينا يجذل الله لكن حوارك هو أسلوب هناك سموي ولذلك قول ابن سعلبة النبي عليه الصلاة والسلام قسم على الله محله قول تجادله كبركنين أفرج أوصي بن سامي دافوري علموا هاي سيم كبقين إيوة النبي يوصلنا قتار رسول الله محسن يعني نين كان محسن أول ما أنت هذا الكل لك وهذا ليس لكن نبي مركو جماعة ليلة محوجري والله يسمع تعاوركما نبي هذا كذا جنا الماء هذا الكل دجنا ترتيبه أول هذا يا كاس قويس كل قبض بعدي كراسا يعني وحكم دي سيدو كلا ورقوري قولي أسرار تيسي يالفافينين قصتن قبلها إنك أقوى أسخلاف إيسان وأن الجورو كرس مشاكل لكن ده حي أهل كان هو الأردن محد أهل كا أهل كا وإنك أقوى أسنع عيان سلة الرحم كيا بابين إيسان قبلها يويل كده إس فران إن إس جويا محار إن ويل إسلام إس فري ما أضيق وخلت تجين وإس جويا إسلام جويا ما خاو ولا تنصر الفضل بينكم عيد أسمع حكي ما نسف بعد الطلاق مركا إس فران ولا ورقة ولا أسكون ده حذو الماء كون ده شهاء إلابن حريري وناك إذا كذا لنكاس وإن ما هو قاعد شيء حمانتيس هشيجن مركا دا ما تلنا أتراهيد مركا أسفر تام بأتراه والله إسلام تا بس بلايا كصبح والله إسلام تا عيب تاذي ملاك شيكتير وإن نك إذا ما هالكاس كشيكتو هذا أصلا هاي نك يعني الجورسن أنا زي إسلام تا يعني الجورسن وها مشكلة وي إذن أشسار تبيت كأمهلاس قب أمهلاس كل جو جورو ويا يا لفافيني سيدو كلا جورك مركي قاسة عرور لشان أنا يا دوانا دافي جورك أوجد قويسك خلاف كي أنا مركي أنا يا ذي هتأس في رسالة نونك يناك تقف كيسك قالن تلفيرين وعرور تلفيرين وديباتو مر هدي عروري ماذا هذه هدي عن كفره ننفي عن يقف عن وهيلي كرتا أنا لأنك متكافي عن هيلي كرا لكن عرورتي ذي أبا كلم هيلي كران هو يكلم هيلي كران
مركا النظر اهتمام بالأولاد مركا قلاف العضو إنا حسوست وري المهان مركا تنازل طرف قوسمة طرف كان لو تنازل السماء والوجود بعد كرا هو كان كأنه هل قرر هل قفل الله